صحها كثير من أهل العلم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بيت عائشة كسرة من الخبز مطروحة فأخذها وقال يا عائشة أحسني جوار نعمة الله فإنها إذا رحلت لا ترجع. نعمة الله وحشية، إذا نفرت لا تحلم برجوعها. انظر من حولنا من الأمم، أين كنا قبل 6 سنوات نذهب للنزهة في الصيف، تلك البلاد التي كانت في غاية الرفاهية والسعة والدعة وألوان المأكولات والمشروبات والمركوبات والمسكونات، ماذا حل بهم؟ نسأل الله أن يرفع ما بهم من ضر وأن يكشف ما بهم من كرب، لكن السعيد من وعظ بغيره، ومن لم يتعظ بغيره وعظ به غيره. ماذا كان حالنا قبل 40، 50، 60، 70 سنة هنا؟ اسألوا كبار السن ماذا كان يجري في بلادنا من الفاقة والجوع والمشقة، كلها بدل الله بعدها بنعم. هل يحبنا أكثر مما يحبهم؟ هل نحن بيننا وبين الله من الصلة ما ليس لهم؟ والله ما أعطينا محبة ولكنه ابتلاء، ويبلوكم بالشر والخير فتنة. ابتلاء فتنة معناها الابتلاء والامتحان، يبتلين الله بالنعم لنرى أنشكر أم نكفر. فعندما نتباهى في موائدنا، نتباهى في مظاهرنا، نتباهى في ملابسنا ومراكبنا ومساكننا، أصبحنا في درجة الخطر. والله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ليت البلايا والآفات والمصائب إذا نزلت تخص، لا والله تأخذ الأخضر واليابس تعم. فلماذا تكون جناية على غيرك؟ لماذا لا نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر في هذا كله؟ وصلنا مراحل أصبحنا مضرب مثل للبذخ والإسراف في العالم. والله ما هو عن غنى، لقد رأينا من ضيف ضيوفة فلما انتهى من الضيافة بدل أن يغسلوا بالماء والصابون صب عليهم ماء الورد والعود في دورة المياه. أين وصلنا في هذه الدرجات؟ أمور لا تحتاج إلى أمثلة، هي أكثر من أن تحتاج إلى مثال، لكنه لون من ألوان السرف.